من بيروت معي دكتور دومت كامل، رئيس حزب البيئة العالمي ومرجع بيئي عالمي. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور دومت. نتحدث عن فيروس ممكن أن يؤدي لنهاية الحياة على كوكب الأرض، موضوع ليس بالسهل. فجأة نتحدث عن هذا الموضوع، أم أن المشكلة لا يتم التعامل مع هذه المواضيع بشكل جدي كي لا نصل لهذه المرحلة؟ ولا شك التلوث البيئي والتدهور البيئي العالمي الخطير سيوصلنا إلى كارثة تأكيدية. اليوم وجود الثلوج وكتل الثلوج الجليدية هي تؤثر سلبا على نمو معظم أنواع الفيروسات ومشتقاتها. الوضع الحالي التدهور العالمي الخطير، التغير المناخي العالمي الخطير سينتج عنه كوارث بيئية عالمية، منها الفيروسات الموجودة ضمن المناطق الجليدية يلي إلى فترات طويلة ضمن الكتل الجليدية ستتحرر عندما يذوب الثلوج وتنتشر، ولكن هذا الانتشار غير مؤكد 100%. اليوم نحن موجود فيروسات وموجود اشياء كثيره ضمن الكتل الثلجيه التاريخيه، البشر ما بيعرفوا شو في تحت منها 100%. ما الذي يجعل يعني امكانيه او تاكيد يعني على الاكيد وجود فيروسات بهذه يعني بين الطبقات، ولذا نتحدث عن خطوره مع ذوبان، استمرار ذوبان الجليد؟ اليوم معظم علماء العالم يبحثون عن أي شيء خطير يهدد البشرية، بينما اليدات السياسية العالمية تبحث عن انتشار سياسات الخارجية بالطريقة اللي بتفكر فيها. الخلاف الكبير اليوم والعظيم هو بين اليدات السياسية وبين علماء البيئة بالعالم، لأن كل حدا من هالجهتين عنده نظرة ما معينة. ولكن الخطر الأكبر أنه لحد اليوم ما في أي خطة مواجهة أو خطة استدراك لنتائج التغير المناخي ولنتائج القادمة. أنا بدي أقوله أنه إذا أخذنا على المنطقة البسيطة، المناطق اللي تغير فيها التغير المناخي بشيء ما معين بسيط، شفنا وجود حشرات ووجود كوارث بيئية ضربت هيدي المناطق ضمن الكتل هيدي وتغير فيها أنماط كثيرة بوجود حشرات وبوجود حشرات غير اعتيادية ودمرت إن كان الثروة الحرجية أو الثروة النباتية أو الثروة الزراعية. إذا أخذنا الموضوع على أكبر، أنه أكيد بالتغير المناخي العالمي ضمن الكتل المناطق الجليدية اللي نحن نعتبرها الخط الدفاع الأول والأخير عن البشرية وعن التغير المناخي، هون الكارثة الكبيرة عندما تبلش تدوب المناطق الجليدية بشكل نهائي. هون بيكون في مصير أسود ومظلم للكرة الأرضية جمعاء وللكوكب ككل، إضافة بيدفع الثمن من كل هالأمور هيدي هو الإنسان والكائنات الحية. من هالمنطلق هيدا اليوم مفروض يكون في استراتيجية مواجهة عالمية موحدة ضمن مجموعة من دول العالم، دول الكبرى يكون عندها استراتيجية موجهة أو استراتيجية علمية بتشمل حماية البيئة للمئة عام القادم. اليوم البيئة العالمية بتدهور خطير. انتهى وقتنا، اعذرني. شكرا على هذه المشاركة القيمة، دائما معنا من بيروت دكتور دومت كامل، رئيس حزب البيئة العالمي ومرجع بيئي عالمي.